بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناة كويت سبورت، برنامجكم برنامج كروسفيت، معاكم حسين السعد. من خلال تمارين في هذا البرنامج نطور نفسنا كلاعبين كروسفيت، كذلك تمارين في هذا البرنامج تناسب اي شخص وده انه يطور من قوته البدنية، لياقته، وكذلك يحسن من شكل الجسم من خلال زيادة البناء العضلي ونزول الدهون. لعبة الكروسفيت تعتبر من افضل الالعاب اللي ممكن تعطيك هذين الهدفين مع بعض، تساعدك في زيادة البناء العضلي وكذلك نفس الشيء تساعدك في نزول الدهون، بشرط انك تختار تمارين مناسبة. نشوف البعض يقول ان لعبة الكروسفيت ما تبني عضلات. نعم صحيح، هي ما تبني عضلات بحجم لعبة كمال أجسام، لان هي لعبة كمال أجسام مركزة او متركزة تمارينها على الهايبرتروفي او التضخم العضلي بافضل شكل، لكن لعبة الكروسفيت راح تعطيك شكل جمالي، بناء عضلي، خسارة دهون، تعطيك لياقة بدنية عالية. تماريننا دائما تكون عبارة عن بارت A بارت B. بارت A تكون فيها تمارين تقويات او نتعلم فيها تكنيك من تكنيك لعبة الويت ليفتنج او حتى الجيمناستيك، لانها جزء من لعبة الكروسفيت. بارت بي يكون في تمرين يحتاج سرعة، يحتاج قوة، يحتاج تحمل عشان يطور لياقتك البدنية بشكل عام. بالنسبة لحلقتنا اليوم بارت اي راح يكون عبارة عن تمرينين، احنا ماشيين على نسبة معينة، مثلا لعبنا على نسبة 70% 80% 90%، في اليوم واصلين الى نسبة 95%، راح يكون تمرين الفرونت سكوات وتمرين سبلت جيرك. بالنسبة لتمرين فرونت سكوات، شنو اهم الملاحظات اللي ممكن ياخذها اللاعب بعين الاعتبار؟ طبعا تمرين الفرونت سكوات هو تمرين يركز بشكل كبير على عضلات الفخذ، لكن هو ما يمرن فقط عضلات الفخذ، بالعكس يحتاج منك مجموعة عضلية كاملة تكون متوافقة ويقوي عندك مجموعة عضلية كاملة. فأهم الملاحظات اللي ممكن أقول لك إياها علشان تلعب تمرين الفرونت سكوات بشكل جيد، أول شيء البار لازم يكون، يعني لازم يكون ثابت على الكتف، على عضلات الكتف، والكوع مالك كل ما قدرت انك ترفع كوعك اعلى كل ما كان افضل بالنسبة لك وكان اثبت. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يحتاج مني كور قوي، ان انا اشد الكور واسكر على لوح الكتف. نشوف بعض اللاعبين لما ينزل يفتح كتفه او كتفه مثلا يتقوس او يتبطل بهذه الطريقه، طبعا هذا راح يخلي الوزن يروح قدام، ممكن يطيح منك، ثانيا راح يسبب لك الم في مناطق تحت لوح الكتف، ممكن يسبب لك مشكله. فحاول بالفرونت سكوات ما تفتح كتفك بالطريقه هذه، لا، حاول انك تسكره، كوعك دائما يكون الى اعلى، الوزن ثابت على كتفك، تشد الكور، مجرد بس القدم اللي تتحرك تنزل وتصعد. نشوف بعض اللاعبين لما ينزل بالسكوات ركبته تروح داخل، هذا معناه ان عضلات الفخذ الداخلية او عضلات الضامة عندك ضعيفة، فالجسم ذكي يحاول انه يركز على شنو العضلة اللي تقدر تشيل الوزن، راح يركز عليها اكثر، فتلاقي عضلات الفخذ الخارجية تكون اقوى، فمجرد ما تنزل بوزن ثقيل يروح داخل، لا، حاول انك دائما تفتح الفخذ الى الخارج، راح يكون أفضل وثباتك أكثر. طبعاً كل ما كان حركة كاملة، نزول كامل، فائدتك من التمرين راح تكون أكثر. مثل ما قلنا اليوم راح تكون النسبة 95%، فراح نسوي عدتين في جولتين، حاول أن يكون في شخص سبوتر موجود وياك علشان يساعدك في الوزن الثقيل. فراح يكون الوزن ثابت على الرقبة، على عفواً الكتف، كوعي إلى أعلى، مسكر لوح الكتف، شاد المعدة، نزول فقط من عضلة الفخذ. التمرين راح يكون أداءه بالطريقة هذه، وبشذي نكون خلصنا بارت A من تمريننا اليوم. ننتقل إلى الجزء الثاني من بارت A واللي هو سبلت جيرك. سبلت جيرك واحد من تمارين الويت ليفتنج واللي نحتاجها في لعبة الكروسفيت، وهي ان احنا ناخذ البار على الكتف سواء بعد الكلين او ان احنا ناخذ البار من الراك. اهم الملاحظات بالضبط نفس ما تكلمنا بالفرونت سكوات، عشان احنا كذي اخذناها بعد الفرونت سكوات، لازم يكون البار ثابت على الكتف، لازم يكون لوح الكتف
ما تبطل لح الكتف إلى الخارج، لا يكون مسكر دائما، لازم يكون مسكر. حاول إنه كوعي يكون أعلى ما يمكن، نزولي بالبار بشكل مستقيم. يعني نشوف بعض اللاعبين لما ينزل ينزل مع انحناء إلى الأمام، فراح يدفع إلى الأمام، ممكن تكون عضلات الكور ضعيفة، ممكن ما تعلم على التكنيك الصحيح، فلازم نزولي يكون مستقيم علشان لما أدفع البار أدفع البار بشكل مستقيم فوق وأقفل كتفي. متى ما نزل قدام راح أدفع البار إلى الأمام، فأنتبه على هذه الملاحظات علشان أسوي أفضل جيرك. بالنسبة للجيرك أتخيل أني قاعد أدفع الوزن، أنا بس أنزل أستلمه تحت، أوكي؟ فراح يكون نزولي تحت، يعني ما أدفع الوزن وأكمل أدفعه كأني قاعد أسوي بوش بريس، لا، حاول أني أدفع الوزن وأنزل إلى الأسفل عشان أستلمه. كذلك راح يكون عبارة عن جولتين في عدتين نسبة 95%. كذي نكون خلصنا بارت A لتمريننا اليوم، ننتقل إلى بارت B. أعزائي المشاهدين، بارت بي بالنسبة لحلقتنا اليوم راح يكون عبارة عن تمرين كونديشنينج وفي تحمل بشكل جدا كبير. التمرين راح يكون عبارة عن باي ان او كاش ان، راح اسويه 1000 متر على السي 2، بعدين انتقل الى 4 جولات راح يكون فيها 20 كالوري على السكي، بعدين راح اسوي 4 كلين جيرك والوزن راح يكون 65% من الماكس مالي. ايش كثر انا العب كلين جيرك طقة واحدة أو عدة واحدة، راح أحسب 65% من هذا الوزن وراح ألعبه. فراح يكون عبارة عن 4 جولات سكي بعدين كلين جيرك، سكي كلين جيرك. لما أخلص ال4 جولات راح أروح مرة ثانية وأسوي كاش أوت أو باي أوت وأسوي 1000 متر على السي 2. تايم كاب بالنسبة حق هذا التمرين نص ساعة، نص ساعة. يعني حاول إنك لا تروح سريع، الكلين جيرك لازم ما يكون unbroken، لازم إنك تتنفس تلعب عدة، تتنفس تلعب العدة الثانية علشان تقدر تكمل التمرين للآخر. جهز ساعتك، خلينا نشوف التمرين مع بعض. طبعا اهم شيء في هذا التمرين انك تتنفس في كل جهاز، حاول انك تتنفس قد ما تقدر. أعزائي المشاهدين، أتمنى تمريننا لحلقة اليوم عجبكم، إن شاء الله قدرتوا تخلصون التمرين بأقل من التايم كاب. نشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله.